الهلال الأحمر بطبيعة الحال بتعليمات صاحبة سمو الملكي الأميرة جليلة الملكة رئيسة منظمة الهلال الأحمر المغربي انخرط مبكرا في محاربة جائحة كورونا على مستوى الوطني، ولكن على الخصوص في الشمال اللي كيتواجدوا فيه مصحات كيشتغلوا فيها أطباء وممرضين متمرسين على العمل التطبيبي والتمريضي. فمن الانطلاقة واكبنا مستشفى سنة رمل بتطوان ووضعنا ما يفوق 20 ممرض رهن إشارة وزارة الصحة ورهن إشارة المستشفى من أجل مساعدة فريق يعني وزارة الصحة في محاربة الجائحة. ومن بعد انطلقنا مع التطور الاستراتيجية ديال محاربة الجائحة إلى دعم جميع الأقاليم ديال الجهة بممرضين متطوعين من أجل التشخيص الجماعي لكومبان دو ماس. وأخيرا بطبيعة الحال بأمر من السيد الوالي أننا جينا وجمعنا جميع الطواقم الطبية والتمريضية للغابة الدبلوماسية، لأنه واحد السيت اللي كيهز كتار من الطاقة الاستيعابية ديالو كتار من 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 700 يعني مريض، فجينا لهنا ب 120 إطار طبيب وممرض وإداري اللي كيشتغل ليل نهار 24 ساعة على 24 ساعة من أجل مواجهة الجائحة. اللي نقدر نقول للناس أن الجائحة راه باقا ما تقاضت، وأن الآليات الاحترازية ديال الوقاية هي أساسية. والآن كيف كتشوفوا مدينة طنجة وهاد يعني الوضع الأمني اللي فيها فيما يتعلق بالصحة اللي جعل جميع المصالح الاقتصادية والهادي الاجتماعية متضررة، أحسن وسيلة، وهذا نداء للمغاربة كاملين فين ما كانوا، أحسن وسيلة هي احترام وسائل السلامة، احترام نوضعوا الكمامة هو المدخل الحقيقي لرفع الحجر الصحي على مدينة طنجة. اولا كيتجلى الدور ديالنا من الاستقبال، من بداية استقبال المرضى كنستقبلوهم في الباب، كيتسجلوا عندنا وعند السلطات، من بعد كيدخلوا للوحده ديالنا ديال الانفيرميري اللي فيها ممرضين ديال الهلال الاحمر واطباء ديال الهلال الاحمر، بالاضافه الى بعض الممرضين ديال وزاره الصحه. كيتسجلوا تما، كيدار لهم التخطيط الطبي وكيدار لهم التحاليل، ومن بعد كنتوجهوا حنا نانستاليوهم في لي شومبر ديالهم، كنتبعوهم بالدواء يوميا، بالاضافه لواحد الوحده عندنا تما هي الوحده التدخل الاستعجالي اللي متوفرة بجميع الإمكانيات، لا من سكوب لا من اللي كيتمونطاو على حسب البوزيسيون دومي أسيس، باش نقدروا نأسيريو لي مالاد اللي في حالة استعجالية أو لا تأكرافات السيتياسيون ديالهم، وباش نوجهوهم من بعد للقسم الإنعاش في مستشفى محمد السادس. بصراحة في الأول كتكون صعيبة، أول مرة عندكم عندك كونتاكت مع مالاد بوزيتيف، فكيكون شويه تخوف، مع الوقت كتبقى دول. كنطلبوا من الناس حتى هما يوقفوا معنا ويعاونونا في هذه المحنه اللي كدوز منا العالم كامل. شحال دابا وانتينا هنا في شهر؟ دابا وحنا هنايا ما كنشوفوا لا عائلتنا لا حتى شي حاجه، سامحين في كل شيء. صراحه في الاول حنا كان دجعنا تخوف من هذا كوفيد، ولكن صراحه ملي جينا هنا ومخرطنا مع الناس كنشوفوا المعاناه ديالهم، صراحه اوتوماتيكمون بعد صراحه لقيتنا حنايا وجينا حنايا هنا درنا واحد لومبيونس مع بعضياتنا، كنحاولوا صراحه الله نوفروا لهم قد الاستطاعه ديالنا، وكنتمنوا لهم صراحه الله الشفاء العاجل لهم كاملين بهم. حاولنا نكونوا اسره واحده، اوبسي كنبقاو نهضروا مع العائلات ديالنا حنايا ابل فيديو، وكنحاولوا صراحه الله نخلقوا واحد لومبيونس مع بعضنا. لبس هذا التوني دو طرافي اللي كنخدموا به في داخل الفلاسون ديال لي كونتاميني مع لي باسيون ديال كوفيد 19. وي هاد كيتكون من بزاف لي بيس، عندنا بحال مثلا هذا الكومبينيزون هذا كيجي من فوق، كيكون عندنا كازاك كيتلبس من الداخل، كنعملوا هاد الكاسافو وهاد لي بوت وصافي، باش كنحاولوا نيفيتيو لا كونتاميناسيون ديالنا وكنحميو راسنا. البدايه ديال الخرط كان شويه ديال ستريس طبعا في الاول، شويه ديال الخوف، شويه ديال هذا، ما كناش عارفين بزاف ديال الحاجات، ولكن دغيا كنتسانسو، دغيا ولفنا، دابا عادي، دابا خدامين في واحد السيرفيس نورمال بحال اللي خدامين في اي سيرفيس، ماشي شي حاجه اللي زعما. كنشكر الهلال الاحمر على المجهودات
وكنشكر الطاقم الطبي والطاقم التمريضي على جميع المجهودات اللي كتقدم لينا، وكنشكر مسيو السعلي حتى هو اللي عطانا هذه الفرصه وهذه التجربه هذه. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.